سادة والسيدات مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من القصة وما فيها. أرحب بكل المشاهدين الذين يتابعونا دائما عبر شاشتنا على الهواء مباشرة، وأيضا للذين يتابعون عبر الإعادات المختلفة في أزمانها وتوقيتاتها المختلفة، والذين يتابعون أيضا عبر المنصات الاجتماعية ويتواصلون دائما معنا ويمدون بأفكارهم وبمقترحاتهم ويشاركون أيضا همومهم وطلباتهم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، والتي نبدأها بموضوعنا الرئيسي الذي سيكون معنا عن الشركة السودانية للموارد المعدنية والجدل الكثيف الذي صاحب تبرع أعلنه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بمبلغ 1,000,000 جنيه للعاملين بمجلس الوزراء، قيل أنه لمقابلة احتياجات شهر رمضان. سنستضيف مدير المسؤولية إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية ونسأله عن أسئلة الشارع وتلك الأسئلة التي رأيناها على المنصات الاجتماعية. من بعده ننتقل إلى طائفة من الأخبار التي انتشرت في المنصات الاجتماعية وأيضا في المواقع الأخبارية الرسمية، ومن بعدها نختتم هذه الحلقة بملفنا الخدمي كالعادة، لكن في هذه الحلقة نتوقف مع جنوب دارفور ومستشفى إرم ذات العماد، ذلك المشفى الذي أعلن عن إنشائه قبل مدة طويلة، ولكنه حتى الآن يقف كأعجاز نخل خاوية. لم يكتمل هذا المشفى حتى الآن على الرغم من الحوجة الماسة لوجود المستشفى ده في جنوب دارفور. نبدأ حلقتنا بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أثار تبرع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مبارك أردول بمبلغ 1,000,000 جنيه للعاملين بمجلس الوزراء لمقابلة احتياجات شهر رمضان جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي حول أحقية مدير الشركة بالتبرع وأسس وضوابط الصرف من أموال المسؤولية المجتمعية المخولة للمسؤولين بالدولة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. وددنا مخاطبتكم للتكرم بدعمكم لمشروع توفير الاحتياجات الأساسية للعاملين بمجلس الوزراء لاستقبال شهر رمضان، خاصة لصغار العاملين. هكذا ختم عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء خطابه المعنون إلى مدير عام شركة الموارد المعدنية مبارك أردؤل. وما البنود التي حددها القانون لصرفها؟ هل من بين البنود موظفو الدولة؟ وما حدود اختصاصات المسؤولين بالمؤسسات الحكومية في التصرف لصرف هذه الأموال؟ عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء قال في خطابه إلى مدير عام شركة الموارد المعدنية مبارك أردول إن الظروف التي تمر بها البلاد من طوارئ صحية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، في ظل هذه الظروف شرع صندوق الخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة في توفير الاحتياجات الضرورية للعاملين بها، لذا نخاطبكم للتكرم بدعمكم المشروع. وأحدث التبرع بمبلغ 1,000,000 جنيه من حساب المسؤولية الاجتماعية جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أحقية مدير الشركة بالتبرع للعاملين بمجلس الوزراء، وعدوه تجاوزا لبنود الصرف المخولة للمدير، وأشاروا إلى أن المبلغ كان أولى به المواطنون في مناطق إنتاج الذهب. المفترض أن تذهب أموال المسؤولية المجتمعية التي تتحصلها الشركة السودانية للموارد المعدنية لهم. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. دعونا نتابع أبرز ما كتب على المنصات الاجتماعية حول تبرع أردول بمبلغ 1,000,000 جنيه لما اسماه دعم العاملين بمجلس الوزراء لمقابلة احتياجات رمضان. على فيسبوك محمد عبدالله عبدو بيقول: الشركات تدفع ضرائب ونسبة وبس، وزارة المالية هي المفروض تنظم نصيب المجتمعات المحلية. صفية عمر بتقول: تتابع بدقة وشفافية من خلال أوجه المصرفات للفساد، وجوه كثيرة، ويبقى الضمير هو من يغلق مثل هكذا أبواب. طيب، سامر بابكر يقول: خصما على بند المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية، هل المقصود به من بند الدعومات؟
أم بند المسؤولية المجتمعية للشركات؟ هنا تكمن الاستفسارات. طيب أسعد التاي بيقول بند المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات العامة والخاصة مدخل من مداخل الفساد التي ينبغي إغلاقها. مجدي عجيل بيقول أحلى شيء دعم لمجلس الوزراء. غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومن وين المسؤولية المجتمعية؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الصورة دي مقلوبة ولازم نعدلها. محمد عثمان داود يقول ومن أين للشركة السودانية مال مسؤولية مجتمعية؟ هذا خاص بالمجتمعات المحلية ومستقطع من شركات التعدين لهذا الغرض. إسماعيل عبد الله يوسف، دعم لمجلس الوزراء ومن مال المسؤولية المجتمعية؟ مال المواطن يا أخي ده شيء مخزي جدا يا مبارك أردوغان. علي حسن بيقول مؤسف أن يخاطر المعدنون بحياتهم من أجل تصرف جباياتهم أو من أجل تصرف جباياتهم في مثل هذه التفاهات على حد وصفه وغيرها. متى نرتاح من مصيبة التعامل مع المال العام بدون مسؤولية؟ طيب كان معنا هذا آخر تعليق على فيسبوك. الآن أتحول لضيفي الذي لبى الدعوة حول الاستفسار عن هذا الموضوع، دكتور صديق مساعد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية، موجود في الجزء الآخر للاستوديو. سأتحول إليه مباشرة حتى نسأله كل هذه الأسئلة التي تابعناها والمزيد. دكتور صديق مرحبا بك. مرحبا بك، والتحية بكم عبركم لكل المشاهدين. نعم. داخل وخارج السودان، ونبتهل هذه السانحة المباركة أن الإنسانية الآن تتفيأ ظلال مشهدين عظيمين، ذكرى الإسراء والمعراج ويوم المرأة العالمي. نسأل الله أن يعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا يعني تنتقل إلى مربع وواقع جديد. نعم، كل عام وأنت بخير. دعني أسأل أسئلة الشارع مباشرة، يعني شيء غريب بالنسبة للمواطنين ربما لم يسمعوه من قبل. يعني مليون جنيه، يعني دعنا من المبلغ، هل هذا الأمر هو منطقي؟ يعني أن تتبرع الشركة السودانية الموارد المعدنية للعاملين بمجلس الوزراء من بند المسؤولية المجتمعية؟ هل لك أن توضح لنا هذا الأمر؟ أولا ما صحة هذا الأمر، ووضح لنا ما هي على ماذا استند هذا التبرع؟ يبدو نحن أمة أو كثير من يهتمون بالشأن العام يحبون العاجلة، لا يتغصون فيما يسمعون أو يرون. قد يكون البعض بحسن نية وقد يكون البعض الآخر لديه أجندة خاصة. ما تم إنه بند المسؤولية المجتمعية أو المسؤولية المجتمعية، يعني رغم أنه شايف الكثير من التعليقات تحدثت عن الأخ مبارك أردول حديثا سالبا. أولا المسؤولية المجتمعية في الشركة السودانية للموارد المعدنية كانت لم تكن إدارة، كانت تتبع للإدارة العامة للبيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية. حينما تغلد الأخ مبارك أردول إدارة الشركة السودانية خصص هذه الإدارة و أصبحت إدارة لها كينونتها، بل ذهب أبعد من ذلك، كان مال المسؤولية المجتمعية يعني دوما وأبدا في غيابة الجب، لا أحد يعرف أين ذهب وكيف يصرف. الأخ مبارك أردول ناضل في هذه القضية، ويبدو أنه تجسيدا حقيقيا لثورة ديسمبر المجيدة، ارتفع بهذا المبلغ إلى 4% من صافي الإنتاج للمجتمعات المحلية المحيطة بمناطق الإنتاج، وفتح له حساب في بنك السودان تحت أمانات المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين. هذا المبلغ يصرف مباشرة للمجتمعات المحلية. الحديث حول المبلغ المليون جنيه سوداني حديث صحيح، لكن كنا نأمل يعني على ماذا استنى؟ يعني حتى نمضي يعني خطوة بخطوة. طيب كده نعم. طيب أولا أنت ذكرت المجتمعات المحلية. نعم. هناك مال يخصص كان لمدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية طيلة الحقبة السابقة منذ أن أسست الشركة السودانية للموارد المعدنية، كان يتصدر فيه المدير عام الشركة السودانية ولا يسأل عن بنود الصرف. نحمد للأخ مبارك أردول أنه خصص المال ده، كان قبل نعم تشكيل الإدارة. نعم. إدارة نعم المسؤولية نعم المجتمعية. نعم. طيب هل هو نفس المال الآن؟ نفس المال، وكان يتصدر فيه مدير الشركة السودانية كما يرى هو. طيب لماذا لم يتصرف مدير الشركة الحالي بتحويل هذا المال للمجتمعات المحلية؟ نعم. سؤال الناس يعني. نعم. لماذا تبرع به للعاملين طيب بمجلس الوزراء؟ مع الاحترام للعاملين نعم بمجلس الوزراء. هناك يعني قضية أساسية،
يعني المال مصدق مبلغ 350 لميزانية الشركة في ميزانية الشركة السودانية الموارد المعدنية. كان هذا المبلغ يتصدر فيه مدير الشركة السودانية دون الرجوع إلى أي جهة. نحمد الأخ مبارك أردول جعل هذا المال خصص للولايات التي ليست لديها موارد إنتاجية فيما يتعلق بموضوع التعدين، ويبدو أنه رجل لماح، لأن هناك إشكالات طرأت وما زالت تدق بشدة وتمسك بتلابيب الساسة السودانيين منذ أن وضع السودان على منصة التأسيس وبدأ العمل السياسي بعد مؤتمر الخليجيين في 1938. هناك قامت بعض الاحتجاجات في بعض الولايات لعدم الرضا والإحساس بالظلم حينما قامت يعني اتحاد مؤتمر البجة في شرق السودان وفي ستينات القرن الماضي، وقام اتحاد جبال النوبة في منطقة جبال النوبة، وقامت حركة سوني ونهضة دارفور إحساسا بالظلم وأن هناك خلل في توزيع موارد الدولة السودانية. الآن توجد بعض الولايات ليست لديها إنتاج فيما يتعلق بموضوع التعدين. نود أن نخلق حالة من حالات التوازن. طيب دكتور صديق، حتى لا نضيع، اسمح لي يعني نريد أن نستفيد من الوقت، نريد أن نركز على 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 السؤال بشكل مباشر. وما علاقة كل ما ذكرت بالعاملين بمجلس الوزراء حتى يتم الصرف عليهم لمجابهة احتياجات شهر رمضان؟ سؤال الشارع لو سمحت لي، دعني أكمل لو سمحت. سؤال الشارع دكتور صديق، يعني أليس المواطن البسيط الفقير المغلوب على أمره الموجود في مناطق الإنتاج الذي يرى الشركات تحمل الكيلوهات والأطنان من الذهب هو الأولى بهذا المليون لمجابهة احتياجات شهر رمضان، أم العاملون بمجلس الوزراء مع الاحترام لهم؟ المال المخصص، مال المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج لم تمتد إليه الأيدي. هذا المال مخصص في ميزانيات الشركة السودانية للموارد المعدنية. نحمد للمدير العام أنه جعل هذا المال لبعض الولايات التي ليست لديها إنتاج فيما يتعلق بموضوع التعدين. ثم ثانيا في طلب، يعني هذا المال من خارج مال الولايات. نعم. طيب وهل من مهام إدارة المسؤولين الاجتماعية أن تصرف على المؤسسات الحكومية الأخرى؟ نحن لا نصرف على المؤسسات الحكومية الأخرى، فقد شرع صندوق الخدمات الاجتماعية لمجلس الوزراء. هذا صندوق خدمات اجتماعية. طيب. يعني ليس يختص بمجلس الوزراء. يعني صندوق الخدمات الاجتماعية، ونحن الآن على أبواب شهر رمضان. توجد بعض المناطق أو بعض الاحتياجات تحتاج أن نتعامل معها في إطار المسؤولية المجتمعية، كما حدث في الخريف الماضي حينما قامت إدارة المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الصناعات قمنا برش مدينة الخرطوم. الخرطوم ليست مدينة منتجة للذهب، كذلك مستشفى جحفر بن عوف ومستشفى ابن سينا. قامت إدارة المسؤولية المجتمعية بشراء جهازين للمواجهات الصوتية، يعني للكشف على أطفال السودان. الآن نحن بصدد مشروع لإنارة 9 قرى في منطقة إغليم القاش بشرق السودان. هذه المنطقة أو منطقة القاش تحديدا منطقة ليست منتجة تعدين في مجال التعدين، لكن رغم ذلك من هذا المال المخصص للسيد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية. من أين مخصص؟ يعني ماذا تقصد بمخصص؟ لو سمحت ميزانية الشركة السودانية. من الذي خصص هذا؟ وزارة المالية. خصصت مبلغ مليون جنيه؟ وزارة المالية خصصت مليون للإدارة، إدارة المسؤولية الاجتماعية. خصصت مبلغ في الميزانية العامة. هذا المبلغ كما قلت لك في بداية حديثي. طيب. أن كان هذا المبلغ يتصدر فيه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية دون الرجوع إلى أي جهة. هذا في السابق. نعم. قبل أن يأتي باشمهندس مبارك الدول. حينما أتى الأخ مبارك الدول هذا المبلغ تم تحديد بنود صرفه. بعض الولايات التي ليست لديها خدمات أو يعني لا تدخل في عملية إنتاج المعادن، نود أن نخلق شيء من التوازن الخدمي حتى لا تشعر بعض الولايات أن هناك ظلم أو جور يعني حاغ بها. وكما قلت سابقا هذه القضية ظلت ملازمة المشهد السياسي السوداني، إحساس بعض الأغاليم بأن هناك خلل في توزيع الثروة والسلطة حد بالآخرين أن يحملوا السلاح قانونيا. هل التصرف في أموال المسؤولية المجتمعية في الشركات الحكومية، في شركتكم مثالا شركة السودانية للموارد المعدنية، له ضوابط ولوائح؟ إذا كانت إجابتك بنعم، هل هذا الأمر الذي تم فيه خرق للضوابط واللوائح
أم إنه استند للضوابط واللوائح؟ ليس به خرق. إذا استند. نعم نعم. ما هي الضوابط التي استند إليها؟ ليس فيه خرق للضوابط ولا. ما هي الضوابط التي استند إليها؟ واللوائح. ضوابط أو قوانين التي استند إليها مبلغ التبرع لمؤسسة أخرى. لدينا كتلة نقدية أو المال المصدق للمدير العام من ميزانية الشركة السودانية للموارد المعدنية 20% يتم صرفها بواسطة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية. هذا المبلغ 1,000,000 جنيه سوداني تم تحت هذا البند. ثانيا هناك كما ذكرت سابقا بعض الولايات ليست لديها عمل تعديني، فلذلك نتفاعل ونتماهى مع كثير من القضايا فيما يتعلق بقضايا الصحة، قضايا التعليم، قضايا المياه، قضايا الكهرباء في عدد من ولايات السودان، حتى لا يحسوا بغبن كما حدث سابقا إحساس بعض الولايات حدا بأبنائها أن يحملوا السلاح في وجه السلطة المركزية، ويجب تضميد هذه الجراحات. لأن كما ذكرت سابقا أن الدولة السودانية منذ وضعت على منصة التأسيس وظهرت الحركة السياسية هناك خلل في التوزيع السلطة. هذا ما نسأل عنه. نعم. الآن يعني الناس يسألون. نحن بالطبع أتينا لا نتحدث عن مبلغ 1,000,000 أو 10,000,000، هذه القضية ربما أخذت طابع الرأي العام لأن الناس يتساءلون عن العلاقة بين الشركة السودانية للموارد المعدنية ومجلس الوزراء من ناحية المسؤولية المجتمعية، وموجود يعني حتى في علم الإدارة وفي كل المؤسسات دكتور صديق أن المسؤولية المجتمعية هو بند يتم صرفه من الشركة في المجتمعات أو في الأماكن التي تقوم الشركة بتقديم الخدمة للناس كتعويض عن بعض الأضرار أو كتعويض عن عدم توظيف بعض الناس. ما هي العلاقة بين مجلس الوزراء؟ لا زال سؤال قائما باشمهندس. طيب أنا أسأل سؤال بطريقة أخرى، هل القانون الموجود لديكم واللوائح التي ذكرت لي جزء منها الآن هي لوائح وقوانين محددة لأشكال التبرع دكتور صديق، أم أن القانون واللائحة تركت هذا الأمر لتقديرات السيد المدير العام؟ لا يعطي لا المليون لمجلس الوزراء ويعطيه لديوان الزكاة ويعطيه للقوات المسلحة ويعطيه للحياة البرية؟ لم يترك الأمر يعني الحبل على الغارب. طيب لكن هناك ما هي الضوابط؟ من هذا المبلغ مبلغ 20% يتم صرفها على ولاية السودان. أصبح نصيب كل ولاية في حدود 7,650,000 جنيه سوداني. نتعامل مع هذا المبلغ كما ذكرت لك سابقا. هذا المبلغ مثلا كان فيما يتعلق بقضية إنارة غولة منطقة القاش. لم يفي، لجأنا إلى هذا إلى هذه النسبة، نسبة 20% حتى ننجز هذا المشروع. وهذا ما تم. الإشكال أنه يعني البعض يتناول هذه القضايا دون روية أو دون يعني ما يبحث عن حقيقة التعامل المالي داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية. هناك من يتعامل مع هذه القضايا بحسن نية، وهناك من لديه يعني ممكن أن تقول يعني شيء من تصفية بتاعت يعني حسابات أو أقرب للنزعة بتاعت التشفي. لأن في قانون الصحافة والمطبوعات لما صحفي أو صحيفة أو يعني أي إنسان مهتم بالشأن العام يطرق على قضية محددة أو على شخص محدد لفترات متتالية، ده استفهام يعني حتى من ناحية قانونية. نحن يعني معينه مبدأ الشفافية، مبدأ المحاسبة، يعني باعتبار أنه البلد حصل فيها يعني انتقال وحصل فيها تغيير، بحكم الناس أنه يتعاملوا بشفافية وبوضوح. لكن أن يكون هناك يعني تركيز على شخص محدد وعلى يعني في قضية محددة يجعل المرء أن يتساءل لماذا في هذه القضايا. طيب أنا لدي سؤال أخير دكتور. نعم. صديق، السلطة في أو التقديرات في صرف الأموال، أموال المسؤولية الاجتماعية هذه وتقديمها، هل هي حصر على المدير العام أم من المفترض أو من المتوقع أن تشكل لجنة تنظر ما هي المؤسسة الأحوج الأكثر حوجة، وهذه اللجنة يكون لها مقرر وأعضاء وتخرج بتوصيات من بعدها يقرر المدير العام؟ هذا الأمر يعني هذا السؤال أحتاج إليه بإجابة يعني. ليست حصرا على المدير العام. طيب. هناك إدارة المسؤولية المجتمعية، لدينا لجنة معنية بشؤون المجتمعات، لجنة بها عدد من الخبراء وتضم في معيتها عدد من العاملين بإدارات الشركة السودانية. اسمها لجنة شؤون
المجتمعات نعم المحلية. نعم. طيب وما علاقة مجلس الوزراء بالمجتمعات؟ أضف إلى ذلك حينما أسست إدارة المسؤولية المجتمعية خاطبنا المجتمعات المحلية أن تكون لجان خماسية. هذا التكوين يتم تكوين يعني يعبر تعبيرا حقيقيا عن رغبة هذه المجتمعات، وهذه اللجان هي التي ترفع التوصيات. لكن هذه اللجان مختصة بالمجتمعات المحلية. ما هذا هو الالتباس وسوء الفهم سواء كان بحسنية أو بسؤنية من البعض. هناك مال مخصص في ميزانية الشركة السودانية للموارد المعدنية 2%، هذا من تصرف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية. هذا المبلغ لم يستحدثه مبارك أردود، موجود. طيب لماذا لم تقوموا أنتم في الشركة؟ نحن بالطبع لا نتحدث عن مبارك أردود. أنت هنا مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالشركة، وأنت من نسألك. ربما مبارك أردود هو المدير العام وهو من تحدث عن هذا الأمر، لكنك أنت المدير الإدارة المتخصصة. سؤالي الأخير واسمح لي. لماذا لم تقوموا بتحويل هذه الأموال لوزارة المالية؟ ووزارة المالية هي من تعلم أكثر منكم، تعلم الوزارات التي بها عاملون محتاجون. يا سيدي ربما وزارة النفط العاملون بها محتاجون أكثر، يعني وما أدراكم. لا يعني إدارة المسؤولية المجتمعية إدارة وليدة والآن على منصة التأسيس. مال المسؤولية المجتمعية المخصص للمجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج كما ذكرت سابقا موجود ببنك السودان. هذا المال من ميزانية الشركة السودانية للموارد المعدنية. لماذا لم يحول هذا المال؟ أنا لم أسأل عن هذا المال من ميزانية الشركة. هذه وجهة نظر. لماذا لم يحول هذا المال لوزارة المالية حتى تتصرف فيه؟ لم نسأل عن طبيعة من المالية. المال تم التصديق من وزارة المالية. تصديق لماذا؟ حتى تتبرع به الشركة؟ للشركة السودانية للموارد المعدنية. تتبرع به مجلس الوزراء. هذا المال كان يوضع تحت تصرف المدير العام للشركة السودانية منذ أن أسست الشركة السودانية للموارد المعدنية. نعم. يعني هذا المال أتى من وزارة المالية. أتى من وزارة المالية، وكان لا أحد يعلم عن هذا المال يعني كيف صرف وفيما صرف، لأن كان الذي يتصرف في هذا المال المدير العام فقط. الآن أصبح هذا المال تحت تصرف المدير العام، يعني تحدث بعض الاحتياجات وبعض الاختناقات وبعض الاحتقانات في بعض الولايات تحتاج إلى وقفة إنسانية ونبيلة، يعني سيما خاصة هذا الموضوع صندوق العاملين بمجلس الوزراء لمواجهة شهر رمضان، وهذا شيء وشيء طبيعي ليس في الأمر العجب. يعني أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور صديق، مساعد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية. أشكرك على سعة صدرك في الإجابة على كل هذه الأسئلة. شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا لكل مشاهدينكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.